في العاصمة دمشق ينبض العمل الحثيث بشأن مواجهة الحرب على البلاد وبكل القطاعات والمجالات، فالدولة السورية تقبض على السلاح بيد لمواجهة الإرهاب، وباليد الثانية تعمل على رسم خطط لإعادة إعمار ما تم تخريبه على يد الإرهابيين. نور، أكيد لسنة الثالثة على التوالي معرض إعادة أعمار سوريا في دمشق بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض في دورتيه. يعني رح نحكي عن دور نقابة المهندسين بإعادة الأعمار وفي معرض إعادة الأعمار، وبسرنا نرحب بنقيب المهندسين الأستاذ غياث قطيني. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير لكم ولجميع المشاهدين. يسعد صباحك. أهلا بالبداية وسهلا. خلينا نحكي عن أهمية هذا المعرض اليوم في ظل الظروف اللي عم نعيشها، معرض إعادة الأعمار، خصوصا أنه نحن إن شاء الله بدينا بمرحلة إعادة الأعمار في سوريا. مثل ما ذكرتي حضرتك قبل شوي أنه إقامة معرض لإعادة الأعمار بعد السنين الحرب الطويلة في سوريا واشتراك دول عديدة بهذا المعرض هو إنجاز ونصر كبير طبعا لسوريا، وهذا الشيء بيبين للعالم كله أنه سوريا ما زالت واقفة وصامدة، وأنه الدول اللي هي شعرت أنه فعلا أنه في مؤامرة على سوريا رجعت تعيد علاقاتها مع سوريا من خلال اشتراكها بهالمعارض اللي عم بتصير. هلأ معرض إعادة الإعمار في شركات عديدة هي متخصصة بموضوع إعادة الإعمار، أهم شيء في هذه الشركات اللي عم بتشارك في المعرض هي شركات اللي عم بتقدم تقنيات حديثة في موضوع إعادة الإعمار، وخاصة بما يخص الطاقات البديلة المستخدمة في البناء وتقنيات التنفيذ الحديثة أيضا المستخدمة في البناء. وهذا شيء مهم جدا إنه المهندسين اللي بسوريا يجوا ويطلعوا على هذه التقنيات، ونحن كنقابة مهندسين طبعا اشتركنا بهذا المعرض بجناح صغير عرضنا فيه شو مشاريع نقابة المهندسين خلال المرحلة المقبلة، وأيضا وجهنا لجميع الفروع بطاقات دعوة لأنه تجيب مهندسينا وتجي تطلع على المعرض. وأيضا من خلال المعرض، وهي شغلة مهمة جدا، نحن بالتعاون مع إدارة المعرض عم نساوي مثل حلق دورات او مود هي ورشات عمل ضمن المعرض بتخص المهندسين، نقابه المهندسين، ونحن مشتركين فيها، ونحن اللي حاطين مين اللي بده يحاضر بورشات هالعمل. وهي فرصه انا من خلالها اوجه دعوه لزملائي المهندسين المهتمين وغير المهتمين انه يجوا يحضروا المعرض ويشوفوا شو صاير فيه ويطلعوا على آخر ما توصل إليه العلم. نعم. وأيضا يستمعوا لها المحاضرات هي، وهي محاضرات نعتقد أنها مفيدة جدا إن شاء الله. دكتور غياث، يعني من خلال حديثك كان لنقابة المهندسين دور من خلال اشتراككم بجناح بالمعرض، هناك استراتيجية للعمل، يعني يمكن أنت حكيت لها شوي عنها كخطة عمل، خلينا نتوسع شوي باستراتيجية نقابة المهندسين ضمن المعرض. يعني لا ضمن بهالمرحلة مرحلة إعادة الإعمار، لأنه المعرض مرحلة مؤقتة. هو طبعا يعني نقابة المهندسين مثل أي نقابة أخرى ومثل أي مؤسسة أو وزارة أخرى في إلى دور بمرحلة إعادة الإعمار كنقابة مهندسين. نحن كمجلس نقابة طبعا اجتمعنا وقررنا أنه نوضع استراتيجية عمل لهالمرحلة هي الجاية. انطلقنا من تعريف النقابة حسب اللي ورد بالمادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 80 لعام 2010 اللي بنص انه نقابة المهندسين تنظيم مهني علمي اجتماعي مؤسس حسب دستور الجمهورية العربية السورية، و قلنا انه للعمل النقابي في هدفين اساسيين، الهدف الأول هو المهندس والهدف الثاني هو المنتج الهندسي. طبعاً على صعيد المهندس ارتأت النقابة أدوار عديدة وهامة للمهندس، نذكر منها أول شيء يعني لازم نحن بالمرحلة القادمة نعد قواعد بيانات لكافة المهندسين اللي موجودين عنا، نحصر بهالقواعد هاي
ونوقف على واقع عمل كل مهندس ومعرفة أحواله والأحواله المادية، وأيضا نعرف هو كمان شو مجالات العمل اللي عم بيشتغل فيها لحتى نحن كنقابة مهندسين نحسن نزجه بالعمل اللي هو طبعا ممكن يعطي فيه أو يبدع فيه. الشغلة الثانية، نحن كنقابة مهندسين سعينا ونسعى دائما لإيجاد فرص عمل لزملائنا المهندسين بهالفترة هاي، وهي من استراتيجيات اللي وضعتها النقابة. نعم. والعمل طبعا حسب كل اختصاص من اختصاصات المهندسين. كمان الشغلة الثالثة المهمة انه نحن كنقابة مهندسين بهالمرحلة هاي ارتقينا انه دورنا هو بإعداد الكوادر الهندسية وتدريبها لمرحلة إعادة الإعمار. ومن هذا المنطلق كان عندنا نحن مؤتمر تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء بالفترة بين 11 و13 تسعة. بهالمؤتمر هذا نحن جمعنا المهندسين من كافة القطر وعطيناهم محاضرات بموضوع تخص إعادة الأعمار. أكيد. والعدد تجاوز 325 مهندس عنا. طبعاً كمان نحن ارتقينا أنه لازم نطور أنظمة النقابة تماشياً مع التقنيات الحديثة اللي عم تظهر كل يوم في العالم. وأيضاً هذه التقنيات إعادة الإعمار بتتطلبها، خاصة بما يخص تسريع التشييد السريع، استخدام مواد محسنة، استخدام مادة البوليميرات بموضوع الأعمال الهندسي. هاي الأمور يعني وأمور عديدة أخرى أيضا ارتقينا كنقابة مهندسين يعني نشتغل تمام. فيها. يعني دكتور، في صعوبات أنتم كنقابة بتواجهكم يعني هلا بعد الانفراج إن شاء الله يا رب اللي تم على سوريا وإعادة الأعمار، ولكن في صعوبات معينة بتواجه أي نقابة من النقابات، ونقابة المهندسين يمكن واجهت بعض الصعوبات، تحكي لنا شوي عنهم ولا ما في أي صعوبات عندكم؟ أكيد ما في شك أنه كل نقابة أو كل هيئة في عندها صعوبات. نحن الصعوبات اللي واجهتنا هي الحقيقة أنه عدد كبير من الزملاء فقدوا عملهم وما عاد في جبهات عمل يشتغلوا فيها. هذا شيء يعني أدى أنه العدد الكبير من المهندسين يقدموا استقالاتهم أو ينحالوا على التقاعد من نقابة المهندسين. يعني على سبيل المثال يعني بعام 2010 عدد المتقاعدين كان حوالي 6000 متقاعد. من 2010 ل 2016 عدد المتقاعدين 15000 متقاعد. نعم. من المهندسين. هذا شيء يعني غير طبيعي. الأسباب الأساسية فيه أنه ما في فرص عمل لهؤلاء المهندسين في موضوع الهندسي. يمكن ضمن خطة إعادة الأعمار رح يكون في دور فعال. أكيد. وفي رح يكون في عمل مضاعف. أكيد. رح يكون في المهندسين. أكيد. بس خلينا نحكي نحن عن الخطة أو دور النقابة اليوم في خطة إعادة الأعمار. في على عاتقها دور كبير، كان في مؤتمر لنقابة المهندسين وهلأ في معرض إعادة الأعمار، في خطة واضحة لكم قديش في فعلا لكم دور يمكن مضاعف وجهود كتير كبيرة رح تكون على أرض الواقع قريبا. يعني مثل ما ذكرت لحضرتك انه دور نقابة المهندسين نحن ارتقينا انه يقتصر على تأهيل الكوادر الهندسية، تعديل القوانين الهندسية بما يتماشى مع الواقع الحالي. وايضا مراقبة المنتج الهندسي، فهذا دور كبير لنقابة المهندسين. المنتج الهندسي لازم نقابة المهندسين تكون مراقبة أو تكون مشرفة عليه، خاصة بما يخص إجراء الاختبارات على مكونات العمل الهندسي اللي هي البيتون المسلح، الحديد التسليح،
الحديد الصناعي وغيرها. ما في خطة هذا للمناطق جديد. اللي تعرضت للإرهاب، نحن المناطق اللي نحن موضوع لديها رح نحن يكون في يمكن إعادة أعمار بشكل كتير كبير؟ نحن دورنا كنقابة مهندسين، الدولة هي اللي بتقول هل المنطقة هاي بدنا نشتغل فيها حاليا. كنقابة مهندسين نحن بنوجه، يعني ما بتقدموا اقتراحات معينة؟ في جهة مسؤولة، ما بيصير يعني نتدخل نحن بدورها، في جهة تمام. مسؤولة من خلال ما يصدر عن هذه الجهة ما تراه هذه الجهة تمام. لنقابة المهندسين من دور نحن بندخل نشتغل دورنا فيها. دورنا هو انه نحن بنشكل فرق عمل، الفرق ورشة. العمل بتطلع على المنشآت اللي هي مهدمة وهي بتعمل تقارير فنية حول هذه المنشآت، بتقيم حالتها الإنشائية وبتعطي الحلول للجهات المعنية بموضوع، بتقترح الحلول. تمام. يعني طبعاً دكتور خلينا نحكي انه اذا في خطط مستقبلية يعني لتطوير هيدا الخطة اللي هي ابتدأت بتجهيز كوادر وتأهيل كوادر وورشات عمل، في هناك خطة استراتيجية تقدروا انه تمشوا عليها لبعدين؟ هلا في ورشات عمل تقام ولكن لبعدين في خطط تانية اوسع نطاق؟ الخطط الثانية نحن كنقابة مهندسين، أول شيء الدورة نحن اللي عملناها الدورات هي دورة مركزية، خطتنا المستقبلية إنه هالدورة هاي تكون على موسعة يقوم فيها جميع الفروع تماما بالمحافظات. هي أيضا بتخلي عدد كبير من المهندسين اللي هن ينضموا لهالدورات هاي ويصير عندهم فكرة عن الطرق والحلول في معالجة المنشآت والبنى التحتية اللي هي تعرضت لأعمال التخريب. خطتنا نحن المستقبلية إنه نحن نوجد بيئة تشريعية جديدة تتماشى مع الشيء الحديث اللي هو حاليا عم بينطرح وبينطلق، لحتى نأمن للشركات إن كانت أجنبية وإن كانت شركات محلية نأمن لها نأمن لها جو أو نأمن لها نهيئ لها بيئة من خلال بيئة تشريعية مناسبة تحسن تشتغل من خلالها نعم. في سوريا. طيب بالختام دكتور غياس، بعد هيدا المعرض شو هي الفعاليات والنشاطات اللي عم تحضروا لها من هون لنهاية العام؟ نحن يمكن على أبواب عام جديد، أكيد في نشاطات وفعاليات عم تقوموا بتحضيرها. أكيد يعني نحن الفعاليات اللي عم نحضر لها هي من خلال الفروع بالمحافظات، يعني كل فرع من الفروع بيقوم بنشاطات وبيقوم بفعاليات بالفرع. معظم هذه الفعاليات والنشاطات تتعلق بدورات للسادة المهندسين، وهلأ نحن جاي عنا فحوص لمهندسين استشاريين كمان، هي كلها عم بيحضروا إلى دورات لحتى المهندسين يحسنوا يتقدموا للفحوصات تبعهم لينالوا شهادة مهندس استشاري، وهذا الشيء كل سنة نحن الحمد لله عم نقوم فيه. وبما يخص موضوع إعادة الإعمار، نحن شو الدولة بينطلب منا نحن جاهزين لحتى نشاركها ونقدم أي مساعدة في هذا المجال. نعم. يعني دكتور غياس بدنا نتشكر اليوم وجودك معنا ضمن هيدا الفقرة، بدنا نتشكر المواضيع يلي خبرتنا عليها ضمن نقابة المهندسين. يسعد صباحك مرة تانية وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك، شكرا لإلي. دكتور غياس نقيب المهندسين، نتمنى لك التوفيق أكيد في جهد كبير ومسؤولية ناطرتكم في خطة إعادة الأعمار. شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا جزيلا لكم.